بغيت نسولك يعني شنو كتحضر قبل ما تشري الحولي؟ تحضيرات ديال يعني اول عيد جاي على الابواب، اشنو كتشري قبل ما تشري الحولي بكل تواضع؟ ضروري كتاخذ الشوايه، كتاخذ القضبان عطريه، كتاخذ بحال توجد الكمون، توجد الفاخر، هادو كيتسموا ادوات ديال العيد الكبير. ادوات ديال العيد الكبير، ادوات العيد الكبير. ملي تروز ما كتشريش؟ ضروري. الشاقور، الشاقور باش تنتقم ليا من الشاقور، بحال بالنسبه للجناوي حتى هما كيكونوا عندك كتمضيهم ضروري. وهادو هما الادوات ديال هادو هما التحضيرات ديال العيد الكبير. تحياتي لك. العفو، مرحبا سي. تحياتي لك بكل تواضع. الله يحفظك ليا. معنا واحد من الجاليه المغربيه اللي في الخارج، غنسولوه على التحضيرات، كيفاش كتحضر العيد الكبير اللي يعني جاي على الابواب؟ اشنو كتشري قبل الحولي بعدا؟ ايوا تعبيد الحال، تنشوف الحلاوه، تنشوف البغري، تنشوف المسمن، تنشوف الحولي هو الاول، فهمتيني؟ هادشي كتشري البغرير والمسمن قبل الحولي؟ كلشي تنشريو، كلشي باسكو تيجي عندنا لا فامي، تيجي عندنا كلشي، فهمتيني؟ باش كلشي، مي سينو تنشوف الحلوى بحال كلشي. وما كتشريش الفرينه والزلالك بكل تواضع؟ سي سي، كلشي هذاك الشيء. الزلالك والفرينه. تنشريو الشباكيه، تنشريو قرد غزال ياك، تنشريو باش كاع المناظر ديال الفاخر، فاخر وكلشي، البصله كلشي بكل تواضع، كلشي تواضع. تحيات حوليا العربيه، عندي العربيه ثقيله شويه. مرحبا بك في بلادك المغرب، مرحبا بك ومرحبا بالجاليه المغربيه بكل تواضع. ونشكروا الملك، دار معنا مزيان، الملك دار معنا مزيان واستقبلنا مزيان وكلشي، وشكرا الملك ديال المغرب. شكرا. واش تقول للشعب المغربي بارك؟ باك العيد الشعب المغربي، وتبارك الله الشعب المغربي العمر دار، وتندوزو فاكون زوين، وكل عام تنجي المغرب، تنجي شي ثلاثه مرات في العام. فين كاين انت؟ من بلاد؟ لا، بلجيكا. بلجيكا. تحيه للجاليه المغربيه اللي في بلجيكا بكل التواضع. تحيه. السلام عليكم. غنسولو هاد الاخت هادي، اشنو التحضيرات اللي كتوجدي قبل ما تشري الحولي؟ العطريه والخضره وهذه، راه تعرف ولكن ماشي انا كنشريهم، كيشريهم دارنا. هما اللي كيشريو العطريه وتاكل، تاكل بكل تواضع. انت وكاله. انا وكاله، ولكن خويا على هادشي اللي واقع خاصه انا ما يشريوش. علاش ما يشريوش؟ علاش؟ على قبل هادشي اللي مارض، بنادم كيتخالط شي حدا شي، فهمتي؟ يعني على حساب كورونا. وراه داك العام كانت كورونا والحمد لله داز العيد بخير وعلى خير. داز بخير، ولكن خاصنا غير نديروا الاحترازات ديالنا ونبعدوا على بعضياتنا والكميم. هادشي اللي كاين. هادشي اللي كاين. يلا تحياتي بكل تواضع. كل تواضع. شري، بغينا نسولوك اشنو كتشري قبل الحولي؟ اشنو كتشري دوك اللوازم اللي قبل الحولي؟ اللوازم اخويا ما كنعرفش انا، ولكن مادام تعطيها الفلوس هي اللي كتجيب داك الشيء اللي كيخصها بكل تواضع. هي انت والو كتعرف عاد تاكل وترتاح ليا مع راسك. انا عارف غير ميزي. تميزي وليتي فليبير. ايوا شنو؟ ميزيش. وشنو؟ راه ولد خمسه د الاولاد، راه كلشي كبروا. يعني انت ما كتخرج تشري لي لا زلالك لا فرينه لا والو. اسوي فرينه كتبقى عام ولا عامين هي في الدار. كتضرب بها عامين تبارك الله. ما لا ما ضربش. حيت كاين اللي كيشريها كل عام. ايوا هذاك شكل خور هذاك. كيفاش كتسوسها من الرباط وتحطها في شي بليصه؟ هذاك شكل خور بكل تواضع. انا نشوف حتى العيد كبير. ديما تشاوي. الحمد لله. تبارك الله عليك. موجود. تبارك الله عليك بكل تواضع. تحياتي. كما العاده خرجنا للشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا على الترتيبات قبل عيد الكبير، ونسولوا هذا السيد هذا اشنو كيوجد قبل عيد الكبير وهو جاي على الابواب. احنا بعدا اول حاجه السلام عليكم، كنشكركم وعواشركم مبروكه. قبل الحولي كنوجدوا كل شيء، كنوجدوا البصله والفاخر الشوايه والمجمر والعطريه والبانيوات فاش نغسلوا، والميكه ديال الزبل هي الاولى كنديروها. الميكه ديال الزبل بكل تواضع. هي الاولى كنوجدوها قبل ما ناخذوا حتى حاجه، كنديروا الميكه ديال النظافه هي الاولى. ماشي ياكلوا لوح؟ لا، كنديروا الميكه ديال هي الاولى، كنجمعوا فيها هذا الشيء ديال الذبيحه النهار الاول، كنجمعوه وكنديروا ليه السكوتش، حيت حتى دوك الناس اللي في النظافه الله يحسن عوانهم ما كتعطيش الريحه، ولا جاب الله تعطل لصحاب النظافه ما دازوش كيكون داك الشيء مزموط في الميكا. هذه هي الاولى في النظافه، وبعد كنجمعوا باش تحافظ على البيئه. على البيئه ديالنا هي الاولى، الصحه ديالنا. والثانيا كنحتفظوا حتى على الحي ديالنا بالنظافه ديالو، وهذا هو المهم. عندنا كنتمناو كاع الناس يكونوا منظمين ومنظفين، يجمعوا الزبل ديالنا نحتفظوا. وهذا ميساج من عند مول القلية، كيقول لكم حافظوا على البيئة، يعني كولوا بصحتكم ولكن جمعوا زبلكم بكل تواضع. شكرا سيدي.
غنسولوك على واحد العاده ملي كتذبحوا الحولي، يعني اش من عاده كديروا؟ كل واحد العاده ديالو اللي كيدير. انا ما عنديش زعما شي عاده عادي، زعما كنغسلوا ديك الفواد ونديروا القطبان ديال الكبده ونغسلوا الكرشه عاوتاني نتغداو بها، وفي الليل كنشوطوا الراس ونبخروه، والغد كنديو الكزال الحولي نفصلو عند الكزار. وبكل تواضع ما كتاخذوش واحد النقطه الدم وكديروها للدراري هنايا؟ لا لا والو، ولا كتشدي الشحمه وديروها للدريه زعما باش تجوج؟ لا لا والو، انا بعدا والله داكشي ما كنعرفش اليوم ما كديروش هاد العاده. قارض داكشي، داكشي القارض كنظنش بقى. لا باقي الناس عندهم هاد المعتقد، ماشي بديك الصفه الحاده اللي كانت هادي شحال دابا. لا دابا داكشي ما بقاش دابا، يعني ودابا الاكثريه ولا كيمشي كيدي الكرناوي نوض نايض صافي يذبحوا تما صافي، ولا كلشي باغي غير يرتاح صافي يجيبو مذبوح هو باغا ياكل بكل تواضع. وكاين اللي ما كيذبحش كاع كيمشي للقبل يشري كلشي ويجي نايض. كيشري مذبوح وشنو باغي يهني راسو من تماره. تحياتي ليك وبارك واشرك بكل تواضع. تحياتي ليك.